اكلات بقى ايه لطيفه. النهارده عاملين كوبيب على الطريقه المصري. ايه بقى ده؟ هنشوف مع بعض. اخبارك ايه؟ الحمد لله حلو. طب كله بحب حلو. الحلقه دي قوي. شفت انا بلبسهولك بقى يعني شراشيب بقى فيري وكده. نايس. ميرسي يا شريف، والله انت اللي جميل. وانا اي حاجه فيها شراشيب بحبها. ما انا عارفه عشان كده. بص اهو، واحب دايما اقعد عند ستاره، حاطط كده كرسي جنبها وقاعده الشرابه اللي ماسكه الستاره ايوه وامسكها واقعد هنا. انت جميل يا شريف. انت عارفه ان من احلى، هو مش من احلى، هو احلى بلد في العالم فيها عقاده هي مصر. بجد؟ وطبعا وبالذات في طنطا. العقادين عندنا، عارفه يعني ايه عقاده؟ الشراشيب شراشيب والحاجات والحاجات دي. المجدوله دي. لو مفيش حد في العالم، اتحدى ان حد في العالم يعرف يعمل عقاده زي اللي المصريين بيعملوها، وخصوصا في طنطا. لا فظاع فظاع. ها طبعا. لا المصريين شاطرين. لما بيركزوا بيطلع احسن حاجه. بيعدوا صح. طب قولي لي بهذه المناسبه ايه البتاع الحلو ده؟ النهارده هنعمل كوبيبه بس على الطريقه المصري، وهنعمل بطاطا مشويه في الفرن، وهنعمل صوص خفيف كده مع الكوبيبه، ودي تشيز كيك بريلي. بريلي. ماشي. يلا. من ضمن الحاجات اللي اكلتها حلوه قوي بقى ما كنت مسافر، اكلت تندوري تشيكن. واضح ان الاوتيل اللي كنت قاعد فيه كان فيه شيف هندي فكان عاملها على اصله. وحاطط جنبها السلطه الزبادي بتاعتهم اللي هي دي. لونها اخضر. لا حاطط الخضره وحاطط دي، حاطط واحده عاديه. والبتاع الكشري اللي هو بنحطه فوق الورد ده اللي اسمه بصل. بصل. هما بيحبوا قوي البصل المقرمش ده، خلي بالك على الاكل. مبسوط قوي وانا باكل. نعملها لك يا شريف. وعدس. عاملين عدس هندي فظيع. لا اصلا بحب الاكل الهندي. لما بيتعمل صح. بس لان في اماكن هنا لا الاكل الهندي بس ما يكونش فيه كاري. انا ماليش في الكاري بقى. ريحته بتضايقك صح؟ في ناس كده على فكره كتير، هي والقرفه بيضايقوا. يعني القرفة. اغلب يعني بس اعرف الكاري مش جاي معايا خالص. بجد؟ خلاص مش هنعمله لك. ارجوك قول لنا المواضيع. يلا بينا نبتدي بالكوبيبه. عندنا نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو رز ابيض مطبوخ، خضره مشكله، بقدونس، شبت، كزبره، نعناع ناشف، معلقه كبيره سبع بهارات، ثلاث بصلات مفرومين، معلقه كبيره ثوم، معلقه صغيره بصل باودر، ملح وفلفل، نص معلقه مرقه باودر، بقسماط مطحون، وللقلي زيت طبعا. الصوص هقوله كمان عشان نعمله مره واحده، هو والبطاطا خلاص. معلقتين كبار مايونيز، عصير ليمونتين، معلقه كبيره خل، معلقه صغيره ثوم مفروم، بقدونس مفروم، ملح وفلفل. للبطاطا، بطاطا متقطعه باي شكل انتوا عايزينه، انا هنا مقطعاها صوابع، زعتر ناشف، بصل وثوم باودر، ملح وفلفل، زيت بس كده. أوكي. يلا بينا نخش على نشتغل على طول التحضير. يلا اول حاجه هنا هحط اللحمه المفرومه. ماشي كده، عليها بصل مفروم، ممكن اعصره عشان ما يعملش، ما يخليش الكفته تفك كده. هو ده اللي يخليها تفك. الميه ما تفكش في الزيت خلاص. وبعدين هنحط هنا رز المطبوخ. مطبوخ جاهز يعني؟ جاهز. عليها بواقي الرز اللي في بواقي رز البيت. ايه ده الاصفر ده؟ ده مرقه باودر. وهنا بصل باودر، فصين ثوم مفرومين، ومعلقه من البهارات دي، كزبره ناشفه زياده كده، والخضره المشكله. حلو. هنضربها ممكن ملح وفلفل. ملح وفلفل. لا هعملها بايدي يا شريف. يلا قلبي. ماشي. شويه فلفل اسود، شويه ملح، هخلطها بقى كويس جدا جدا جدا. مش هعملها ولا في كبه ولا في اي حاجه، كده بايدي. طعمها تحفه يا شريف. حسيت كده من ريحتها هناك. ريحتها كمان وهي مستويه تجنن. تحفه. دي هنعملها ونقليها في زيت. ها هنقليها على طول. المفروض بعد ما بنعملها بنحطها بس شويه في الثلاجه عشان تتماسك بالظبط، وبعدين نقليها، بس احنا هنشتغل فيها على طول. نعملها في الطعميه؟ عايزها زي الشكل ده ولا زي الطعميه؟ اي حاجه اللي يجي من عندك كويس. انت عايزه. يا الله الله الله، تنفع في رمضان دي؟ دي هتبقى حلوه. ما احنا الفتره الجايه دي اغلبيه اكلاتنا هتلاقوها واللحمه المفرومه مش كتير خالص يا شريفه اهي.
بص بقى ايه هعملها في البقسماط بقى. بقسماط. ولا بقى بيض ولا اي حاجه، هي على طول في البقسماط عشان نديها قرمشه بس. خلاص كده يا نسينا شكل البيض. خلاص بقى ايه، داخلين على الشهر السابع مفيش بيض هنا في كويس، برنامج يبقى فيه بركه. صح، وبندي افكار جديده مش مكلفه للناس. اهي احطها لك كده، احطها بالطول هنا. لا ماشي، بس سخنه عشان ما مت... ماشي. اعمل واحده كمان؟ ممكن ممكن نعمل ثلاثه. ماشي، انا بحق، انا عارفه ان انت بتحب الثلاثه. هي هتستوي بسرعه لان هي الرز اللي فيها مستوي. مستوي هي اللحمه بس، واللحمه عاده يعني مش بتاخد وقت قوي في سوى اللحمه المفرومه يعني. خلاص ريحتها حلوه، حلاوه. ريحتها وطعمها تحفه. شاف البتاع دي مفتوح. حاضر اهي. والامانه الاخيره مهم نخلطها كويس، ويفضل نحطها في الثلاجه علشان تمسك نفسها كويس. لا، موضوع الرز المطبوخ ده حلو قوي، لان بيفضل الرز ساعات في الثلاجه والعيال ياكل، مش هناكل رز البيت. عارفين انت العيال البايخه دي؟ في ناس كبيره بايخه تقول لك انا ما باكلش اكل بايت. مش عندك حد كده؟ لا في، بس لا انا ما عنديش الصراحه. انا بقى باكل اكل بايت. انا كمان، عشان احنا في بيتنا بنطبخ مره في الاسبوع. ايوه، مش هنطبخ كل يوم. ايوه حرام. لا وبعدين لو في اكل يا شريف بايت يعني ما فيهاش مشكله. لا ما الرز ده يعني فيها ايه على فكره، فيها ايه، في اكل لما يبان الخضار كله. احلى الخضار، الباميه. الباميه ما ينفعش تاكل غير بايته. عشان الليمون والعيش بقى. المسقعه. المسقعه طبعا تاكل بايته. صح، تاني يوم اصلا بيبقى طعمها احلى. البسله بالجزر بتسكر بعد يومين كده بتبقى حلوه جدا. صح، الخرشوف، كل اغلبيه الاكل لما بيبات بيبقى احلى. مكرونه بالبشاميل لما بتبات وناكلها ساقعه تبقى تجنن. محشي كرنب. صح، هو ساقع يجنن. انا بجد مش عارف. لا ساقع ولا قصدك بايت؟ بايت وطالع من الثلاجه باكله كده. ماشي، ناخد معلقه والخل بعد اذنك تشريف والملح. في ناس بتدلعها قوي. صح عندك حق. ليه ما ياكلش اكل بيت؟ ليه يا عم الحاج؟ في ايه يعني، هنرميه؟ هتعمل ايه؟ هعمل الصوص. ماشي. او الدريسنج، يعني مش الدريسنج، هنعمل ديبنج او الغموس. بصي بس مش هنقول اساميهم. شايفه الشخصين اللي قاعدين قدامنا بيصورونا دول؟ ما ياكلوش اكل بيت ابدا، لازم الاكل يبقى فريش. اوه لا لا. واحد منهم وانت في المطعم بتبقى متاكد ان الحاجه فريش؟ انا اعرف. بص ما تجاوب. وعلى فكره اغلب المطاعم الحاجات اللي بتعمل عليها اوفرز كده كبيره بتبقى الحاجات قديمه اصلا. يا كبير انت جاوب. ومسخنه. الكبير طب يجاوب. بس في البيت لا. هو الكبير فعلا. لازم نتعب الست اللي قاعده في البيت المسكينه. هما الاثنين دول كده. شكلهم كده يا شريف ولا لا؟ لا ضايعين. بس بموت فيهم. دي مشكلة. هنا كل الناس هنا جميلة بصراحة. هاخد الملح عشان ما حطيتش ملح، والخل. بس كده. عملنا ايه؟ حطينا مايونيز عليه، ثوم، ليمون، ملح وفلفل وثوم وبس. اهو. بيطلع في مزازة كده يا شريف مع الكفتة، هيبقى حلو قوي قوي قوي. بس خلاص، ده بالنسبة للصوص اللذيذ ده. حلوة. هنقدمه جنب الكفتة. هنا بقى هنحط البطاطا تقطعها كده، عليها زعتر فريش، وعليها بصل باودر وتوم باودر والقليل من الزيت، وهجيب الملح والفلفل ونقلبها. ماشي، ملح وفلفل بس. حلو كده. وهنحطها في صينية في الفرن وبس. مش هتاخد وقت دي خالص، 20 دقيقة بس. خلاص. ونقدم الطبق اللطيف ده زي اللي هناك اهي كده. ريحة الكفتة حلوة بشكل. طعمها والله يا شريف تحفة. اهي كده. ممكن بايدينا بقى في البيت نعمل الخطوة دي. هحطها في الفرن؟ ممكن اعمل كده، بس نبعدهم كل واحدة عن التانية عشان ايه كله يستوي. هتحطي زعتر عليهم؟ حطيت خلاص. قولي لنا كده لغايه دلوقتي عملتي ايه بقى؟ عملنا الكفته الكبيبه على الطريقه المصري، وعملنا صوص المايونيز بالثوم، وعملنا البطاطا اهي اللي هتتشوي في الفرن بس. خلاص. طب هاتي بقى عشان عايز اقول كلمتين. يلا بينا.
اهو هحطها نشويها البطاطا في الفرن. حلو جدا. طيب قبل ما نسمع اسر الاغنيه عايز اقول كلمتين كده لفت نظري بما اني لسه راجع طازه من العمره. والكلمتين دول ما يخصوش شعب بذاته يعني يخصوا اللي بيروح العمره. ماشي. وبالذات الرجال. اوكي. طيب دلوقتي هو واضح ان البرامج الدينيه ما بتشرحش للناس كويس احنا واحنا رايحين عمره المفروض نعمل ايه. وملابس الاحرام تبقى عامله ازاي؟ لان كتير او يعني المفروض الرجل بيلبس ملابس الاحرام اللي هي القطعه اللي تحت والقطعه اللي فوق اللي هو البشكير، وبنفضل قافلين على نفسنا لغايه لما نبتدي نطوف حوالين الكعبه المشرفه من عند الحجر الاسعد، نبتدي بسم الله الله اكبر بايدينا اليمين ونطوف. هي ناس بتنزل من الاوضه وهم بنبتدي نوري الكتف اليمين، يعني بنبقى المفروض قافلين الفوطه كده وبنطلع الكتف اليمين اثناء الطواف فقط اللي هو السبع اشواط فقط. بعدها بنرجع الفوطه تاني بنقفلها كده على نفسنا والكتفين يبقوا مدارين ونروح ورا مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام نصلي ركعتين. الناس ما بتعملش كده. الناس بينزلوا من الفنادق وداخلين الكعبه الرجاله مطلعين الكتف اليمين ويعملوا بيه السبع اشواط وبعد كده يروحوا يصلوا بنفس المنظر وبعد كده يروحوا يخشوا السعي بين الصف والمروه بنفس المنظر. دي حاجه لفتت نظري. الحاجه الثانيه السعي بين الصفا، طبعا احنا بنقف عند الصفا وبنقول الايه المعروفه وبسم الله بنبص ناحيه الكعبه وبسم الله الله اكبر وبننزل نسعى وبيبتدي بقى في المكان اللي بنهرول مش بنجري مش سباق بنهرول واحنا ماشيين مش بنجري. الناس بتجري انا مش عارف بيجروا ليه انا مش قادر اقف. والستات كمان هي للرجاله فقط، الهروله للرجال فقط، الستات مش المفروض تهرول، هما بيهرولوا برضو مش فاهم ليه. لغايه اما وبنعمل برضو السبع اشواط وبعد كده بنروح بقى نفك الاحرام ونقص الشعر والقصه دي. فنتمنى ان حد البرامج الدينيه المحترمه تطلع تفهم الناس بما ان احنا دلوقتي في فتره عمره بعد كده في اما مش عارف الحج لاني ما روحتش فمش عارف ايه اللي بيحصل. بس في العمره الرجال المفروض نبقى ساترين الكتفين واثناء اثناء الطواف فقط بنلف بنطوف واحنا الجنب اليمين باين يعني وبعد كده بنستر نفسنا ونروح نصلي. موضوع بقى ان احنا نلمس الحجر ونخش في حجر سيدنا اسماعيل عليه السلام ده موضوع شاق وفي الغالب ما حدش يحاول يعمله عشان هو صعب وممكن ما يتعملش مش هو مش شرط يعني مش شرط المعتمر انه يلمس الحجر الاسعد او يخش يصلي في حجر سيدنا اسماعيل عليه السلام مش شرط. اللي برضو ملفت للنظر بالنسبه لي واتخضيت وكنت اول مره اشوف حاجه كده يعني انا رحت عمرات كتير بس المره دي لا كان الموضوع بيخض ان في سيدات ما بتكلمش على ولا الرجاله المصريين ولا الستات انا بتكلم في العام هم نازلين يعملوا العمره وحاطين ميك اب. انا اول مره في حياتي اشوف المنظر ده بجد ميك اب ايه ده غريبه قوي مركبين رموش وهم بيطوفوا. فده بالنسبه لي كان شيء انا صدمني صدمه عمري ما فهمتش ده احنا حتى المفروض ما ينفعش نحط ولا بارفان كولونيا يعني ولا مزيل عرق ولا اي حاجه احنا في حاله مش رايحين نتذوق مش بتكلمش على المصريين بس بتكلم في العام. فيعني نتمنى ان يبقى في برامج توجه الناس يعني الناس مش عارفه في ناس فعلا مش عارفه فلازم حد يقول لهم في البرامج زي ما نطلع نقول الحلال والحرام وما تعملوش وما تلبسوش عايزين نفهم الناس ونطلع لهم صور ونقول لهم ده صح وده غلط ده يجوز ده لا غير يجوز والكلام ده. في ناس مثلا ايه لما بنروح نصلي وراء مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام ايه الصور المستحب ان احنا نقولها مصورتين
المفروض نقولهم يعني، الناس برضو مش عارفة الكلام ده كله. وأكتر حاجة برضو لفتت نظري ما كانتش قبل كده موجودة، موضوع الهرولة. الهرولة الستات ورجالها بتهرول ورجالها بتجري، يعني بيجروا، ما هو مش المفروض نجري في المكان ده وعليه زحمة وبيخبطوا في بعض. فنتمنى ان البرامج الدينيه تقول للناس وتعمل لهم صور وحاجات. يعني انا برنامجي مش برنامج ديني بس، ومش هعمل ده، بس انا حبيت اقول ان ده لفت نظري. غير بقى طبعا، وانا نزلت بالموبايل في اخر يعني فتره واتصورت، بس قفله عامله سايلنت، يعني انا عامله موبايل سايلنت. لان برضو لما اثناء الصلاه، تخيل انت بقى بتصلي في اهم نقطه في الكون، في الكعبة، بتصلي الفرض وبتسمع أصوات رنات الموبايلات، أنا مش قادر أستوعب الخشوع فين. تنزل انزل موبايل، أنا نزلت من الموبايل آخر مرة عشان عايز أتصور جنب الكعبة. وبستغرب قوي برضو من الناس اللي بتنتقد الناس اللي بتروح تصور فيها. إيه ما أروح أتصور جنب الكعبة؟ يعني في ناس بتكتب لك وبلاش بقى تروح تصوروا سيلفي الكعبه. لا انا هتصور سيلفي الكعبه لانه مبسوط جدا في الكعبه. ايوه بالظبط، حقي. يعني حاجه غريبه قوي يعني بالظبط. هو انا ما اتصور بس عند تور ايفال وديزني لاند واللي اهم منهم بمراحل الكعبه المشرفه، ما اتصورش عندها ليه يا حاجه ويا حاجه؟ يعني انا عايز صورتي جنب الكعبه. انا حر. انا لا، اصل بستغرب في ناس دخلت ايه وانت بقى بتتمنظر وتصور عند الكعبه. سبحانك يا ربي. يعني انا هتصور عند الكعبه وهتصور في المسجد النبوي، طبعا ده شرف ليا، وحاطط الصوره ومبسوط وفخور بيها. في يعني ناس كده يا شريف، يعني لو ما انتقدتش حد تزعل، يحصل لها حاجه، يحصل لها حاجه، يقول لك ازاي متصور عند، يعني ولو عملت حاجه تانية يقول لك ازاي مش عارف كذا. يعني هو لازم، في ناس كده عايزه تنتقد وخلاص. انا رجعت بقى من العمره لقيت في موجه على الفنانة المحترمة الكبيرة أستاذة منى زكي. أنا لسه شايفة الموضوع ده برضه. هل يا جماعة حد شاف المسلسل؟ لسه. هل كل ده من الصورة. أنتوا عارفين قصة المسلسل إيه؟ طيب هي وبعدين حاجات بقى غريبة جدا مكتوبة. هو ده شكل الست المحجبة، هو ده شكل، هي طالعة ست شقيانة تقريبا بتشتغل في حاجة ليها علاقة بالصيد السمك وكذا وكذا وكذا. ايه بقى المشكلة في حواجبها؟ وايه مشكلة في الطرحة النبيتي؟ وايه يعني، ما هو هي مش معنى انها طالعة بالمنظر ده محجبة يبقى هي بتسيء للحجاب. لا خالص. ازاي فكرتوا فيها؟ عايزة في ناس صعبة. انتوا جبتوها ازاي؟ هي اللي بتسيء للحجاب، وانا الكلام ده قلته قبل كده، هي اللي بتبقى حاطة فول ميك اب والرموش، لابسه ضيق ولابسه بادي وتايت وملفته لانظار البشر. اعتقد دي اللي تكون مسيئه للحجاب. لكن واحده طالعه عادي، لانها انتوا مش عارفين قصه المسلسل ايه اصلا، بيحكموا عليه من دلوقتي، بتحكموا عليه من صوره لافيش المسلسل، وداخلين تكتبوا عنها كلام غريب جدا. ولو انتوا، لو الناس اللي كاتبه الكلام ده خايفين على شكل ومظهر السيده المحجبه، يبقى مش المفروض تخش تكتبوا اصلا كده. انتوا المفروض اللي خايف على مظهر اي حد او خايف بالطريقه دي هيقول حتى لو مش عاجبه باسلوب لائق، مش باسلوب غير لائق. صح. الست ما عملتش حاجه. وبعدين هي ممثله، يعني هتطلع مره بالحجاب، هتطلع مره سيده اعمال، هتطلع مره راقصه، هتطلع مره مسترجله، هتطلع مره ست كبيره في السن، هتطلع مره شابه، هتطلع مره زوجه، هتطلع مره ام. هي ممثله. هي الصوره اللي انتوا شايفينها في الافيش دي مش منى زكي، دي الشخصيه اللي بتلعبها استاذه منى زكي. يعني في فرق. دي ممثله، هي مش مذيعه. انا ما هطلع في افيش كمذيع لبرنامجي، خلاص انا طالع شريف مدكور المذيع. بس هي منى زكي طالعه، الصوره اللي انتوا شايفينها دي مش صوره منى، دي صوره الشخصيه اللي هي بتلعبها منى زكي. انا بقول لك في ناس كده يا شريف، في ناس عندها مشاكل والله. ربنا يرحمنا. ربنا يهدي. طب هنسمع دلوقتي بهذه المناسبه
حب ايه؟ ايوه حب ايه؟ ايوه هو هننتقد الحب ايوه دلوقتي. يقول لك لا انتوا بتحبوا بعض ليه؟ ايوه اكرهوا بعض، ايوه اوعوا تقولوا الحب، اكرهوا بعض. احنا عايزين كره كره كره. ايوه يا الله، لست ام كلثوم كوكب الشرق؟ يقول لك بتقول عليها كوكب الشرق ليه؟ بس يا والله يا انتوا شيخ هتقولوا عليها كوكب، انتوا بتضحكوا ليه؟ انتوا بتضحكوا ليه؟ عرب تقول عليها كوكب، هي مش من المجموعة الشمسية. لا والله، والله ده اللي ناقص. يا الله، انتوا بتبصوا لي كده نتوا الجول. ايوه ايه ده؟ يلا يلا اسمعها بصوت مؤمن خليل، وبعد كده نرجع مرة تانية لفريدة موسى. خليكم على صباح مزيكا. يلا انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا، ما تطولها ولا حتى في خيالك. اما نفس الحب عندي حاجة تانية، تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك أنت. هنعمل بقى دلوقتي صنف بروليه. إيه هو البروليه؟ أنا مش عارف. اللي هو متحروقة من فوق كده. أنا عارف اللي هو إيه. المتحروقة. أيوة اللي هو إيه هنحرقه؟ السكر. لأ اللي تحتيه. تشيز كيك. ايوه قولي كده. كريم بريليه وده تشيز كيك بريليه. هي الفكره بريليه دي اللي هي الطبقه اللي من فوق المتحروقه دي. هو انا سالتك السؤال ده قبل كده؟ انت خرمه دي؟ ده اللي هي شريف ده 7 سنين يا شريف. قلت لي ايه؟ سنين شبه المصفى. يعني هو مخروم جوه فيه بتاع عادي كده؟ ما لا ما عملناها من 5 سنين. وما بتوجعكيش؟ لا دلوقتي خلاص بقى. وبتتشال شريف هنا يعني. انت دخلتي تولدي بالبتاعه دي؟ لا بصراحه قلعوها لي. خافوا الكهرب ولا حاجه تلمس مع حاجه، خافوا. الله الستات بتعمل حاجات غريبه يا ولاد. ده في افظع من كده شريف، في هنا كمان. لا بس هي مش لاقيه، مش هيليق عليا. عشان مش هتلاقي عليك هتعملي ايه؟ ازاي يخرموا حواجبهم؟ في وفي ولاد بتعمل موضوع حواجبهم دلوقتي كمان، بقى الولاد بتعمل حلقه. طيب فين جوه؟ جوه عندنا؟ مالناش دعوه بحد. بس انا عندي سؤال يا شريف، عشان انا سمعت المعلومه دي مش عارفه هي صح ولا غلط. ترجع لزمان قوي، هو الرجاله زمان قوي كانوا فعلا بيلبسوا حلق؟ صح؟ في الغالب. اوكي. عشان بقى في كل الحضارات. ايوه ما انا بتكلم في كده. ماشي، يبقى معلومه صحيحه. اوكي. كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. كل واحد حر، ما دام ما بيضرش الاخرين. بالظبط بالظبط. مش عاجبك لبسي، بص الناحيه الثانيه. ايوه مش عاجبك انا شخصيا، ما تبصش بصش خالص. هو ده ال هو ده صنف. بس انا هقول لك على حاجه، بعد ما عملتها في القوالب بتاعت الكب كيكس دي، حسيت ان هي تبقى احلى اكتر في حاجه صغيره. شكلها نسيت القلب فبتقول كده. لا والله، بس انا كنت عملتها خلاص فمش هرميها. ماشي صح؟ قول لنا مقاديرها. يلا بينا. عندنا معلقتين كبار زبده سايحه، كوبايه كبيره بسكوت مطحون اي نوع، علبه جبنه كريمي 250 جرام، كيس كريمة خفق باودر،
نص كوبايه لبن، علبه زبادي، نص ليمونه، سكر للوش، ولبن مكثف محلى. انا عاملاه في البيت عشان بقى غالي جدا جدا مش جدا، هنقول طريقته بالظبط. بس كده. يلا. وده ايوه باشبوري. ايوه لو بندوس عليه كده هو ده اللي بيحرق الوش، لازم تفتحها الاول. مش في الحاجات دي خالص. ماشي. يلا اول حاجه نعمل نخلط المكونات، بعد كده هعمل انا البسكوت هنا واقول طريقه اللبن. يلا هنحط ايه اول حاجه؟ اول حاجه نحط الكريمه الباودر عليها شويه كريم شانتيه باودر. عليها شويه لبن كتير؟ لا شويه صغيرين بس، كمان سنه بس كده، حلوه. وبعدين هنعمل ايه؟ ناخد الجبنه الكريمي كلها جبنه كريمي. يعني تكون ما فيهاش اي ملح خالص، دي مخصصة للتشيز كيك. وعلبة الزبادي. وزبادي. ماشي. وشوية من اللبن المكثف. قولي لنا بقى عملتيه ازاي؟ حط نصه؟ ماشي. يلا. شوية صغيرين. ايوه حلو قوي كده. معاهم عصرة الليمون. بس. ونقلب. عملتيه ازاي بقى ده؟ ده عبارة عن أربع كوبايات لبن. أربع كوبايات لبن إيه؟ لبن كامل الدسم. ماشي. تمام. عليهم كوباية وتلت سكر. أربع كوبايات لبن عليهم كوباية وتلت سكر. بالظبط، هما مكونين بس. بعد كده بنحطهم على النار، الأول نار عالية لحد ما اللبن السكر بيدوب في اللبن. بعد كده بنهدي النار تبقى نار متوسطة لمدة تقريبا من نص ساعة لساعة إلا ربع، بنفضل كل شوية نقلبها لحد ما القوام بيتقل واللون بيغمق كده سنة. بس كده. مهم الصبر بقى. مين؟ الصبر على الوقت بتاعنا. بيقعد كتير. خلاص؟ تمام. مش عايزة كريمة خالص؟ لا هو كده خلاص. هي لما هيدخل الثلاجة هيمسك تاني. أنا بس هعمل حركة كده معلش على البسكوت عشان نعادل شوية الأطعمة الحلوة الكتير دي، هحط رشة ملح. عليهم الزبده اهو، البسكوت مع الزبده، وبعدين هبتدي اعمل البسكوت زي الرمله كده. ماشي. نخلط الزبده معاه كويس. ممكن بقى ده نعمله في الطواجن الصغيره دي يا شريف. خلاص ممكن احطه كده. ده الطبقه اللي تحت كده القاعده. انا مش عايزاه ملزق في بعض، ما تبططشوش يعني. يعني مش نص. ما يبقاش متماسك. نروح منزلين ده عليه. المفروض ده بنحطه في الثلاجه تقريبا، ده البسكوت الاول نص ساعه يعظم. يعظم. بعد كده بننزل عليه بالمكونات اللذيذه دي. بصوا يا ولاد، بصوا بقى الحلاوه. املاها. شايف القوام لذيذ قوي. واو. هنحرقها امتى دلوقتي؟ هنحط السكر على الوش. ده كله مستوي. هي هتدخل التلاجة بس. نحط السكر على الوش. مش كل بقى الناس عندها ايه البتاع ده، هيعملوا ايه؟ بص يعني ممكن الشوايه بتاعت الفرن نرفع دي لفوق خالص كده. ونشغل الشوايه بتاعت الفرن، بعد كده نخليها لحد ما تتحرق. بس ده افضل يعني. اعمل كلوز يا جوهري بقى. يلا يلا. حاسب. بص بقى هيتحروق ازاي، وبيبقى مقرمش كده من فوق. ياهو، ادي التشيز كيك بريلي. هو اي حاجه ممكن تعملوها بريلي لو عملتوها كده، يعني ممكن مهلبيه بريلي. ممكن مهم حاجه تستحمل النار ما تسيحهاش. ايوه. بصوا ما بقرب شويه بتتحرق. مش عايز احط سكر في كل حته؟ عايزني ازود؟ لا لا. الطبقه دي بقى بتبقى مقرمشه قوي من فوق مع الخلطه اللذيذه بتاعت التشيز كيك والبسكوت من تحت، طعمها خطير. اوكي. اللي بقى لو ما عندوش البشبوري هيدخلها في الفرن. بس اللي هي الفرن يبقى عالي قوي من فوق، ودي تبقى لازقه في الفرن من فوق كده، فاهم؟ عشان تاخد ال... لا انت ممكن تعلي اهي. استنى يلا دوس تاني. انا عالي. شم ريحة السكر وهو بيتحرق كده. حلو الاختراع ده، صح؟ يلا احكي لنا كده عملت ايه النهارده للناس؟ النهارده عملنا كوبيبه على الطريقه المصري، عملنا بطاطا مشويه في الفرن، وعملنا صوص لذيذ بالمايونيز جنب الكفته، وعملنا تشيز كيك بريلي.
هاتوها تاني كده. تحفة تحفة تحفة، الله على ريحة السكر ده. الطفي يا حاج بس. لا لطيفة تحفة، لطيفة يا بتبقبق. فيري نايس. شكرا فريده، بنشكرك على الاكلات الحلوه النهارده. خلونا نروح دلوقتي للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب، خليكم على لو سمحتوا.